ناخد مثال تاني برضو في البرين ايمجينج. لو انا عايز اديتكت اليجن، لو انا مثلا خدت كمثال خدت باثولوجيك ليجن عباره عن ماسكولو ام اس بلاك اللي هو مالتيبل سكلروزيس بلاك، اوكي الكونتراست بتاعها او تي 1 والتي 2 فاليوز بتوعها بيخلوها الكيرف بتاعها هنا كده، الكيرف اللي هو بالداش لاين ده، اوكي. فانا ممكن ابص برضو عايز اعمل لها ايمجينج بأي طريقه. انا لو خدت تي ار قصيره بشوف الفرق بينهم ده هنا وده هنا وده هنا وده هنا، في كونتراست موجود فعلا، في كونتراست بين وايت ماتر وجراي ماتر وبين الاثنين وبين الليجن وبين الليجن وبين السي اس اف. فانا كده الكونتراست ده ممتاز جدا عندي. لو خدت تي اي 1 هنا هشوف فرق بين الحاجات دي وبعضيها ممتاز جدا. لو خدت عند تي اي 2 لا، شايفين كل الحاجات كل الكيرفات قريبه جدا من بعض، فهشوف الانتنسي بتاعتهم كلهم تقريبا زي بعض، فمش هقدر اميز الليجن من الايه من الحاجات اللي هي الايه من انواع التيشوز الموجوده حواليها زي الوايت ماتر والجراي ماتر والسي اس اف. لو استنيت شويه كمان زياده يعني خدت تي اي اطول شويه كمان هيطلع لي الكيرفات بتاعتي بالشكل ده، هقدر اميز الوايت ماتر والجراي ماتر كويس. بس المشكله هنا عندي ان السي اس اف قريب قوي من الايه من الكيرف بتاع الليجن بتاعتي، يعني هما الاثنين هنا اولموست قريبين جدا من بعض ما اقدرش اشوفهم من بعض. فعشان كده لو انا خدت بقارن بين تي اي 1 والتي اي 2 والتي اي 3 لا تي اي 1 احسن. يبقى انا كده في الحاله دي الكونتراست بتاع التي 1 ويتد ايمجينج ده بيبقى احسن حاجه توريني الايه الليجن بتاعتي دي بشكل اوضح.